طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. برحب بيكم، سعيده جدا ان انا معاكم النهارده. قبل ما نبتدي نتكلم عن اول لقاء لنا النهارده، فكي ازاي ان احنا نقدر نواطن التميز بتاعتنا وننميها بمنهجيه البحث العلمي، عايزه بس اقول ان كلنا بيحلم ان يكون عنده حاجه مميزه فيه تميزه عن غيره ويقدر ان هو ينميها بحيث انه ياخد مجاله او نجاله. وده اللي احنا هنتعلمه مع بعض او نعرفه مع بعض. الخطوات اللي هنبتديها النهارده بأول حاجة اللي هي مهارات البحث العلمي. كلمة البحث العلمي لو احنا بصينا لها كبيرة شوية، لكن لما ناخدها كخطوات خطوة خطوة، احنا النهارده هنقول مجمل طبعا، لكن ممكن بعد ما نخلص المجموعة بتاعتنا اللي احنا شغالين خطوة خطوة نفعلها مع بعض ونشوف عملنا فيها ايه ونتناقش فيها. لكن البحث العلمي فعلا هو حياة، حياة تانية، حياة نجاح، فيها اكتشاف لإبداعنا، فيها تنمية للإبداع ده، فيها تميز في مجال شغلنا وفي مجال دراستنا. نبتدي مع بعض. هنتكلم النهارده عن أول محاضرة لينا وهي مهارات البحث العلمي. قبل ما نبتدي عن نتعرف على مهارات البحث العلمي، أحب الأول أقول إيه هي أنواع البحوث أو أتعرف إيه هي أنواع البحوث. وبنقسم البحوث تبع الغرض اللي حبيت أقسمها تبع الغرض منها. في منها الصوت مش واضح، سامعني؟ تمام. ايوه. وفي بحوث تطبيقية، وفي كمان لو انا حبيت اقسم البحوث دي تبع الاساليب الاستخدام هقسمها لثلاث انواع: بحوث وصفيه وبحوث تاريخيه وبحوث تجريبيه. تمام. طبعا البحوث التطبيقيه والبحوث التجريبيه بتهتم اكثر بالمجالات العلميه والمجالات لان فيها جزء تطبيقي طبعا من خلال الاستبيانات، من خلال دراسه الحاله. ده تقسيم البحوث. كده تمام. المايك قريب جدا. عايزين نعرف مع بعض قبل ما نتكلم عن مهارات البحث العلمي، ايه هو النشاط اللي بنسميه نشاط هادف؟ النشاط الهادف ده بعرفه ان هو النشاط اللي بيشغل العقل للتعلم لما تتفاعل الايدي والاعين والاذنين مع اي ظاهره بتنبهر بيها او بدرسها. يبقى النشاط ده بيكون هادف او شغل عقلي واتعلمت منه لما اتفاعلت معاه باستخدام ايدي وعيني والاذن. تمام. وانا بدرس اي ظاهره من الظواهر اللي انا اخضعتها ليه للنشاط. خطوات البحث العلمي هنلخصها في الشكل اللي قدامنا ده، نبص عليه كده كويس. لما اجي اسمم بحث علمي، تمام، هبتدي كده من قمه الشكل فوق ان انا اختار موضوع البحث. انا هشتغل البحث بتاعي في ايه، وهنعرف ده مع بعض ازاي اختار موضوع بحثي يناسبني ويلائم مهارات دراستي عشان ابدا فيه. بعد كده هعمل صياغه لمشكله البحث بتاعي، وبعد كده هبتدي احط البنيه المعرفيه او الخلفيه حوالين المشكله اللي انا اخترتها موضع البحث. تمام. هشتغل على البنيه المعرفيه والخلفيه البحثيه، وبعد كده هوصل في نقطة. في امتى هنوصل للنقطة دي؟ اللي هي ان انا احط فرضيات للبحث، هي تعتبر اصل الفكرة الجديدة اللي انا بعد كده هخطط وهجري التجارب بتاعتي، ولما بجري التجارب نوع من النتائج هسجلها، وبعد كده اعمل لها رسومات توضيحية. هنقول الفرضية يا امان، هنعرف الاجزاء دي على حدة، يعني انا بقول بشكل عام، وبعد كده هحدد كل جزء واعرفك هو ازاي بالظبط ووصل له ازاي. تمام. انا بحط نتيجه البحث. المفروض نتيجه البحث دي تبقى حل المشكله اللي انا بدات بيها البحث بتاعي. تمام. طيب ناخد واحده واحده كده ونبتدي ازاي اختار موضوع البحث بتاعي يكون متلائم مع موهبتي
وإبداعي أنا كباحث عشان أنجح فيه وأستمتع وأنا بعمل البحث بتاعي. اختيار موضوع مشكلة بحث، طبعا المشكلة أو اختيار موضوع البحث هنا بقى صعب جدا، ببقى محتارة هاخد في الطب، في الفيزياء، في الهندسة، هاخد بحث سلوكي، طب الإبداع اللي عندي هتناسب مع ده، بعمل عملية عصف ذهني وبحط نفسي تحت الحاجات اللي فيها دي، أقدر أو تقدر الحاجات دي تساعدني إن أنا أختار بحث يتناسب ويتلائم مع نقطة الإبداع بتاعتي لما أعمل الاختبار النفسي في المجال ده. تمام؟ طيب هراعي إيه بقى وأنا بختار موضوع البحث؟ نمرة واحد، لكن لازم تكون في مجال أنا بهتم بيه. بهتم بيه إزاي؟ لفت نظري، لفت نظري وأنا بقرا موضوعات علميه وبقرا موضوعات علميه في مجله علميه مثلا. شغلني حواليا في الحياه. في مشكله معينه حواليا بتقرقني بفكر فيها كتير. فهي هنا بقول هي موضوع ارتباط شخصيه. بعض الاحيان في مشكله بتبقى مخيفه لانها ها مشكله دي. بس لو خدوها بمنهجيه علميه. تمام؟ طيب دي اول حاجه لما اختار فكره بحث او اشتغل على فكرة بحث. تمام؟ لازم يكون فكرة البحث ده تحت اهتمامي الشخصي، دايما في المجال ده شغلني، المجال ده بيلفت نظري، البرامج العلمية اللي بتابعها في المجال ده. تمام؟ كمان حاجة تانية، ما اختارش مشكلة بحث مش هعرف اجيب معلومات حواليه. مثلا لو الطاقة النووية، لو انا هعمل بحث عن الطاقة النووية، هل يا ترى المكتبات، هل يا ترى الانترنت متاح ان انا اجيب معلومات كفايه حوالين المشكله دي عشان اقدر اوصل للحل ولا لا؟ تمام؟ طب ده هعرفه ازاي؟ هحط حوالين المشكله اللي اخترتها بدايه مجموعه من الاسئله، هحطها على محرك جوجل للبحث. تمام؟ واشوف هيطلع لي عليها دراسات كتير، هيطلع لي عليها حواليها ناس بتتكلم كتير، هيطلع لي عليها مجلات علميه. تمام؟ يبقى انا كده في معلومات كافيه ممكن ابني خلفيه بحثيه حوالين المشكله بتاعتي. هنا ابتدي اختار المشكلة دي ما اسيبهاش. طب حد هيقول لي لو انا اخترت المشكلة هنا، طب الناس درستها كتير. الناس درستها كتير جدود ما بين الناس دي. انا مش هبني في البحث بتاعي علم من اوله لاخره. تمام؟ لان ده هيحتاج عمري وعمر فوق عمري كمان. لكن لا، ده احنا خطوات في العلم. احنا نقاط في بحر العلم. تمام؟ يبقى انا هعمل حاجة جديدة غير اللي غيري عملها او المجموعة البحثية اللي قبليه قامت بيها، فانا ليا بصمة جديدة. هعملها من خلال قراءاتي ها في الابحاث اللي قبلي. يبقى لازم عشان اختار موضوع بحث لازم يكون البحث ده او الموضوع البحث بتاعي ده هو عليه معلومات كافيه ممكن اوصل لمعلومات تدعمني في ان انا اعمل فيه نقطه ابداع جديده. تمام؟ طيب تمام، انا البحث ده لما اعمله المفروض هيكون في عندي جزء تجريب، في جزء هجربه، هوصل لوقت كده بعد الفرضيه المفروض ان انا عايز اختبر صحه الفرضيه دي واشوفها هي صح ولا لا. هحتاج عمليه تجريب باي شكل ما، في وجود مجال، في وجود معامل، وفي وجود مثلا في وجود استبيانات هقدر اعملها معايا. يبقى انا لازم ها اكون عارفه التكلفه للبحث مبدئيا. ازاي انا لسه ببتدي؟ ده انا لسه هبتدي، ده انا لسه ما دخلتش في موضوع الفرضيه عشان احسب لها مواد وتكاليف، لكن انا هيبقى لي نظره في الاول وانا بختار المشكله. هختار مشكله زي ما قلت في الاول عن النووي. هل يا ترى متاح معامل نووي عندنا في مصر؟ صعب شويه. تمام؟ ايوه، الدراسات السابقه دي اللي احنا بنسميها اللي هي البنيه المعرفيه او الخلفيه البحثيه. ايه سعاد؟ تمام؟ وانها تكون في مجال اهتمامي زي ما سعاد بتقول كده، وانها توفر الماده العلميه. جميل. تمام؟ طيب كمان، هل يا ترى البحث ده مناسب من حيث تكلفه وكمان قدرتي على اقامه التجارب؟ طب طبيعي ان البحث ده يخصني، صح ولا لا؟ البحث ده يخصني، فالمفروض ان انا لما هاجي اوصل للفرضيه مش هديه لحد تاني يقوم بالتجارب بتاعتي، صح ولا لا؟ طيب انا هقوم بالتجارب، هل يا ترى انا عندي مقدره على القيام بالتجارب دي؟ هل يا ترى عندي مهارات اتعامل مع المعمل ده؟ لو كانت المهارات دي متاحة، لو المهارات دي متاحة ان انا اخدها، اذا كانت مهارات تعامل المواد الكيماوية في المعمل هاخدها. تمام؟ هتبقى من ضمن الدورات اللي هتدعمني كباحث، ولازم ابقى عارفاها في البداية. ان هشتغل في بحث خاص بالكيمياء، هشتغل في بحث خاص في الفيزياء، فاكون عارفة ان من خلال البحث ده ان انا هاخد دورات
تدعمني عشان تساعدني في عملية التجريب. تمام؟ في علم النفس لازم يكون عندي مقدرة على عمل السريانات، حتى علم النفس لازم يكون له مهارة في التجريب بتاعه. تمام؟ تمام. طيب كمان المشروعية بتاعتي، يا ترى لما اخد بحث، يعني لما اخد بحث عشان ادرسه، هل يا ترى يخالف التقاليد والشرع والقانون؟ صعب، مش كده؟ يبقى لازم اتاكد ان الفكره اللي انا هشتغل عليها دي مشروعه، لازم تكون فكره مشروعه لو تقاليدنا. تمام؟ وكمان القوانين اللي بتحكمنا، لان انا بحث مش هطارد او القانون مطبق. تمام؟ كمان المشروع ده لو فيه عدم مشروعيه هشوف، هدرس طبعا مدى عدم المشروعيه، هل يا ترى بس هو مثلا في قانون ما والقانون ده لا ممكن نحتاج لتعديله ويتم تعديله من خلال البحث ده، ومش هلاقي عليه اعتراضات كتير. لكن لو في عدم مشروعيه كامله وكان في مخاطر عليا لو انا استخدم من نووي وما عنديش احتياطات امان للنووي مثلا، او ان انا هتعامل مع كائنات حيه ممكن تصيبني بامراض وما عنديش الوقايه اللي انا عاملها، يعني المفروض ان انا لما اتعامل مع كائنات حيه مثلا للدراسه المفروض يكون عندي وقايه كامله في المعامل القريبه مني اللي انا هعمل بيها عمليه التجريب. الحاجات دي كلها بعملها دراسات اوليه وانا لسه بختار مشكله البحث. يبقى عندي خلفيه كامله. برافو عليك يا ايمان عشان ما تنتقلش ليه الامراض ليا، لان انا باحث، والباحث الجيد اللي هو ها المفروض ان هو منتج يفيد اللي حواليه ويخدم بيه البشريه وما يأذيش نفسه في نفس الوقت، لان هو كباحث طالما انتج حاجه تفيد البشريه المفروض ان هو يحافظ على نفسه كمان، لان هو نفسه اصبح ثروه للبشريه، لان زي ما انتج البحث ده بمقدره عاليه جدا هيقدر ان هو ها ينتج عده ابحاث تخدم الناس. صح ولا لا؟ تمام؟ بعد كده عايز اعمل اختبار لموضوع البحث، عايز اشوف البحث بتاعي ده مقبول ولا مش مقبول. فانا هعمل ايه؟ ها؟ هبتدي اتكلم على جاي، انا لسه بختار مشكله في الاول. تمام؟ هتكلم مع اصدقائي عليه. هتكلم مع اهلي. هشوف مدى تاثيرهم بالفكره، وتاثيرهم بالفكره يكون ازاي؟ هشوف ارائهم. تمام؟ دي حاجه مفيده جدا على فكره. ولو قدرت ان انا اشوف ارائهم دي مكتوبه من خلال سؤال وجواب، ده جميل جدا، لان احنا دايما بنقول استثمار الافكار اهم استثمار في الدنيا. يمكن بنقول مثلا بسيط قوي، لو انا بتبادل تفاحه هو معاه تفاحه وانا برتقانه وبرتقانه مع بعض في المؤسسه، احنا الاثنين كل واحد معانا واحده، معايا فكرتين ولما انا تبادلت معايا الفكر فاصبحنا الاثنين ضعفنا او استثمرنا افكارنا للضعف. فدايما اتعود النقاش مع اصدقائي حوالين فكرتي، اتعود النقاش مع اهلي حوالين الفكره، اتعود النقاش مع اصدقاء تانيه عند الفرديه هنا تكتم من ايه الامر لحد التجربه النتائج. لكن وانا لسه بختار محتاج اتناقش كتير، محتاج اتكلم كتير مع اللي حواليا واشوف تاثرهم في فكرتي. تمام؟ طبعا محتاجه نزول مكتبات، حتى لو الانترنت عندي متاح والبحث على جوجل متاح يفضل كمان جنب المكتبات والمكتبات القريبه مني. تمام؟ ان اقرا معظم الدراسات المرتبطه بالفكره بتاعتي. تمام؟ وتكون متاحه ليا، متاح ليا على الانترنت ان ادخل، متاح ليا ان انا مثلا اجيب بمحرك جوجل او بجوجل اجيب بعض الدراسات السابقه حوالين الفكره بتاعتي. تمام؟ لازم تكون متاحه، لو ما عنديش مصدر معلومات هيبقى صعب جدا ان انا ادرس مشكله بحثيه. لان هقف عند نقطه الفكره، مش هتحرك منها الانفراديه اللي هي اهم حاجه، اللي هي الشيء الجديد اللي انا هضيفه. نقطه ما بين المشكله وما بين الانفراديه هي نقطه القراءه، نقطه الاطلاع على المكتبه وعلى الانترنت. فلازم يكون متاحين ليا كباحث عشان اقدر اعمل بحث علمي صح. تمام؟ مرحله العصف الذهني طبعا اللي هي التحاور مع الاصدقاء في المجال العلمي باكمله، لو انا مثلا في مجال الطب وبتكلم في مجال مثلا مرض معين زي فيروسي، فالمفروض ان انا يكون في نوع من العصف الذهني لما هكون في حوار علمي لاي حد من الاصدقاء. تمام؟ لازم ليا ان انا اقول افكاري واقول افكار واللي حواليا يقول افكار، يكون في زي حلقه نقاش علميه. حلقه نقاش علميه دي هتفيدني جدا، هتفيدني جدا لانها هتفتح
نقاط معينة أنا هدونها، المفروض إن أنا هروح أبحث عنها على الإنترنت فتفتح لي مجالات كتير للمشكلة. تمام؟ دي اللي بنسميه العصر الذهني. طبعا مش شرط إن أكون مختارة فكرة واحدة في الأول، لو أنا لسه محددتش فكرة بحث ولسه مش عارف أنا ميال لإيه أو إيه المجال اللي ممكن يتناسب مع إبداعي الداخلي، فيفضل إن أنا أختار 3 أفكار أو إن أنا أطرح 10 وأختار منهم 3، من بيني نفسي أقول أنا عندي مشاكل كذا وكذا 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 حواليا في المجتمع، وأنا محتاجة المشاكل دي كلها تدرس بالبحث العلمي وتنتج أبحاث علمية مجربة عشان تحلها. تمام؟ وأبتدي بعد كده أنا لما أبص لـ10 مشكلات وأنا كاتباهم بس عندي في المدونة بتاعتي كده، هبص أختار منهم 3. تمام؟ لما أختار 3 هبتدي أشوف وأعمل عملية عصف ذهني مرة تانية ما بيني وبين الأصدقاء، هعمل مناقشة، هبتدي أشوف إيه الفكرة فيهم اللي هي تعتبر قليلة التكاليف، في معامل متاحة، آمنة، أبتدي أختار ما بين الـ3 عشان أحدد واحدة بس، أحدد واحدة أشتغل عليها. تمام؟ في سؤال هنا بيقول لي لو اخترت موضوع ما فيش دراسة يعني راح أكيد هيكون صعب، أكيد هيكون صعب. لأن أنا اخترت موضوع، تمام؟ مشكلة ما، طب أنا عايزة أعرف إيه آخر ما وصل له العالم حوالين حل المشكلة دي، هوصل له إزاي؟ هيكون ده من خلال دراسات سابقة، هيكون من خلال معلومات. تمام؟ لو ده مش متوفر عندي هلاقيني اشتغل على المشكله بتاعتي واوصل لحل، وبعد ما اوصل له هلاقي كلها عملت زمان بالعكس واتطورت عنه كمان. يعني بعض الاحيان في باحثين ما بيلجاوش لمصادر معلومات ويشتغل على بحث وينتج جهاز رائع، تمام، وبعد ما ينتجه يلاقيه منتج على مستوى العالم زيه، بالعكس تتطور لمراحل تانية فما اصبحش المنتج اللي هو عمله له بقينا. تمام؟ تمام. لما استقر على فكرة بتاعي، تمام، لما استقر على فكرة البحث اتأكد من حاجات كتير قوي لازم اتأكد منها وابص لها كويس قوي. مثلا في قياسات مختلفة هقدر استخدمها في التجارب ولا لا؟ طبعا عشان اعمل بحث علمي دقيق لازم يكون عندي قياس، ولما اتكلم عن كميات معينة حتى في الاستبيانات لازم تكون كميات دقيقة. البحث العلمي نجاحه ودقته، هستخدم مثلا لو انا هعمل تجارب علميه داخل المعمل المفروض هستخدم كميات ميه، هتكلم مثلا عن عمليه انبات نبات باستخدام الميه وازاي الانبات بيزداد بازدياد كميه الميه لحد معين. تمام؟ مش هقول ان انا احط كميه ميه بافراط، ولا ده انا كده كمان عكست عمليه توفير الميه، صح ولا لا؟ لا، يبقى لازم اتاكد ان عندي قياسات محدده في استخدام التجريب في المشكله بتاعتي دي. تمام؟ ما اتكلمش عن مثلا بيبقى من اصعب الدراسات البحثيه اللي منها مثلا مدى تاثر الحاله النفسيه وتاثيرها في العلاج الامراض. طب انا الحاله النفسيه للمريض، طبعا عندي قياسات نفسيه كتير، دي شيء موجود على مستوى العالم، بس لا ده النهارده زعلان، ده بكره مبسوط، طب ده عمل ايه في العلاج؟ لسه ما عنديش قياسات دقيقه في المجال ده، يمكن عشان كده ما لقناش لسه ابحاث بتدرس النقط دي باتقان ودقه. تمام؟ فالبحث العلمي لازم يكون له قياسات دقيقه بتدي نتائج دقيقه وتؤكد النتيجه النهائيه اللي وصلناها دي ومدى حلها المشكله بتاعتي. تمام؟ معايا؟ يبقى لازم اكون متاكده من القياسات. شكرا لك. طيب في متغيرات للبحث، عناصر بكون محددها من البدايه بعد ما اختار المشكله. تمام؟ متغير مستقل ومتغير تابع ومتغير دخيل. هنتكلم بعد شويه عن المتغير المستقل والمتغير التابع والدخيل، بس لازم اكون محددهم. يعني مثلا لو انا هدرس بحث بسيط كده عن عمليه الانبات وكميه الميه اللي انا بديها للنبات والانبات. تمام؟ طيب المفروض ان انا هعمل الدراسة ما بين كمية المية، فدي هسميها متغير مستقل لان انا بتحكم فيها. يعني النهاردة بحط مثلا 3 متر مكعب، لا بكرة بحط 60، بعد كده بحط، فدي كلها متغيرات مستقلة لانها بقدر اتحكم فيها. تمام؟ طب ايه التأثير بقى اللي يحصل لما انا احط المية؟ المفروض ان النبات بينمو،
تمام؟ عمليه نمو النبات هنا بسميه متغير تابع، انا ما بتحكمش فيه، ولكن هو ترد على المتغير المستقل اللي انا اتحكمت فيه، عمليه اللي هي وضع الميه او كميه الميه اللي انا حطيتها. تمام؟ صح كده؟ برافو عليك بجد. تمام. يبقى انا كده ان انا عندي متغير مستقل غير تابع، المتغير المستقل ده اللي انا بتحكم فيه. تمام؟ المتغير ده هو اللي بينتج عن المتغير المستقل او بيتاثر بالمتغير المستقل. مثلا ناخد مثال تاني غير الميه. طيب مصطفى بيسالني هنا المكتبه دي هتساعدك، يا المكتبه هنا هتساعدك كمان. في المكتبه في حاجه جميله غير الانترنت، الانترنت مفتوح عليه منتديات في بعض الاحيان بيديني معلومات غير موثقه، ودي لسه هنتكلم حتى فيها، مهمه جدا حته التوثيق. لكن لو انا هاخد المعلومه من كتاب في المكتبه، معروف انا هاخد من كتاب ايه؟ معروف الناشر للكتاب او اللي هو مؤلف هيديني ايه؟ توثيق اكتر. جميل. الفوبيا ده مستقل والتحصيل تابع، جميل جدا فعلا. ها التحكم هنا او التحكم هنا في المتغير ده بسميه مستقل، واشوف عمليات التحصيل اللي هتتم عند الفرد ده تابع كده. صح. تمام. طيب في نوع تاني من المتغيرات ما بيبقاش ظاهر عندي بس مهم جدا جدا جدا، بسميه متغير دخيل. يعني ايه متغير دخيل؟ انا بضيف الميه للنبات وبينمو، بس في عوامل تانيه كمان بتاثر في نمو النبات. الضوء، درجه الحراره، تمام، نسبه الاكسجين، الحاجات دي كلها عوامل، صحيح ولا لا؟ بتؤثر في نمو النبات. طب دي بنسميها عوامل دخيله، صحيح؟ لازم لما هعمل تجربه او عامل مؤثره، ايوه لما هعمل تجربه، تمام، لازم اثبت العوامل دي، هعمل لها عمليه تثبيت، ودي هنتكلم فيها بعد شويه. تمام. طيب طبعا هل يا ترى انا عندي ادوات كافيه استخدمها لعمل التجربه؟ وقلنا الحصول على المعلومات المطلوبه. هل يا ترى في حد عندي هيوقع على التجريب بتاعي ده في اثناء البحث بتاعي، هيوقع على البحث بتاعي ان هو يوفر لي ادوات، هيوفر لي خانات، هيوفر لي عوامل؟ الحاجات دي كلها بحط لها زي ايه؟ نوتس كده في المدونه بتاعتي، بحيث انها لما احتاج لها تكون متوفره عندي. تمام. تاني حاجه، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نختار مشكله بحثيه ونجرب ده، نجرب الخطوات، هنوصل للمشكله البحثيه اللي فعلا تبقى تابعه مننا وهنسعد بيها. تمام. طيب تاني خطوه صياغه المشكله. ازاي اصيغ المشكله؟ دايما بنقول المشكله البحثيه هي مفتاح البحث. هحتاج طبعا ان انا اتعامل مع دكاتره في مجالات مختلفه عشان اخد منهم معلومات حول الموضوع بتاعي، عشان اخد رايهم في المشكله اللي انا شغال عليها. مش هنقدر ننكر دور الخبره. فعشان اقدر الفت انتظار انتباه الدكتور للبحث بتاعي، ويكون فعلا حاسس ان انا مؤمن بقضيه معينه او بمشكله معينه وهشتغل عليها دي، لازم اكون عامل صياغه للمشكله بشكل كويس، عشان لما اعرضها، ايوه لما اعرضها على حد من الدكاتره فعلا اشد انتباهه ويهتم بيا. تمام. فلازم اعمل صياغه كويس. فانا اعمل صياغه لموضوع البحث، اعمل له صياغه في جمله او اثنين، ما زودش، انا مش هستفيد. تمام. ولكن هعمله في جمله، بسميها جمله المشكله، ممكن تكون في شكل سؤال بس بيوضح فيه كل من المتغير المستقل والمتغير التابع، مهم جدا. تمام. يبقى لما اعمل صياغه المشكله اعملها في صوره جمله او في صوره سؤال، بس لازم اكون موضحه فيه كل المتغيرين، المتغير المستقل اللي انا هتحكم فيه في البحث بتاعي، والمتغير التابع اللي هو هيتاثر بالايه؟ بالمتغير المستقل. تمام. لما اجي اناقش مجموعه في البحث بتاعي عشان اتاكد كده ان انا حطيت مشكله صح وعملت لها صياغه صح. تمام. لما انا هاجي اناقش دكتور في المشكله عشان اخد منه بدايه كده للطريق ان انا اوصل لمعلومات حول البحث بتاعي. تمام. دايما لما احط الاسئله بتاعتي احطها قبل ما اروح للقاء اي حد او اتناقش معاه، تكون اسئله موضوع وصوره جيده،
يعني محدده، ما اقعدش مثلا احط ثلاث اربع اسئله والاقي الثلاثه لهم اجابه واحده ان انا نسختهم باشكال مختلفه، انا كده ضيعت وقت. لا، انا حدد العناصر اللي هسال فيهم واحط على كل عنصر سؤال يشمله. تمام. في حاجه ثانيه مهمه جدا، تضييق نطاق السؤال البحثي بالنسبه للموضوع المشكله. ما تجيش مثلا اقول ده انا هعمل دراسه للتلوث بصفه عامه، ياه هعمل مشكله، هعمل بحث عني حوالين التلوث، ده التلوث ده فيه تلوث هواء وتلوث مياه وتلوث تربه وتلوث سمعي اللي هي الضوضاء، طب انا هتكلم على اي نوع من التلوث؟ فدايما ما يكونش البحث بتاعي في المشكله البحثيه بيتكلم عن حاجه عامه، لا هختار نقطه. نعم السؤال مش باين. ايوه، ان انا اخصص دي اللي بنسميها نطاق او تضييق النطاق، اختار نقطه واحده بس. ممكن تكون النقطه دي صغيره من وجهه بعض الناس، لما اجي ادرسها في البحث بتاعي واحللها مشكله او احل مشكله في البحث ده هتبقى حاجه فعلا اتسببت في رفاهيه للبشريه كلها، اتسببت في ان انا تخلصت مثلا من اخطر مرض معين بنسبه 50%. تمام. مهم جدا قوي ان انا اضيق النطاق عشان اقدر انتج في البحث بتاعي بسرعه وما يدينيش انا كباحث نوع من الملل. انا احس بسعاده قوي لو انا اشتغلت مثلا لمده سنه او سنتين على بحث، تمام، وانتجت، يعني بدات فعلا انتج حاجه، ها حلت المشكله، عملت علاج طبيعي نباتي مثلا لمرض معين. تمام. لا، يبقى انا كمان ما اديش فرصه ان يصيبني الملل، لا ده انا هعمل تضييق نطاق من بحث، بشتغل على نقطة واحدة، تمام؟ ولما أنتج فيها ممكن أشتغل على نقطة تانية وتالتة ورابعة وخامسة حوالين نفس الموضوع. تمام؟ فدي أهمية إن أنا أضيق النطاق عشان ما أشعرش بالملل من بحثي، ما أشعرش إن أنا أديت مجهود كبير لفترة طويلة وما أنتجتش حاجة. تمام؟ كمان تحديد المتغيرات البحثية اللي هيتم فيها البحث زي ما اتفقنا. أيوه. ان انا اكثف مجهودي وعدم تشتيت، جميل جدا يا هدى. تحديد المتغيرات البحثيه بتاعتي مهم جدا، ان اكون عارفه المتغير المستقل، المتغير التابع بتاعي، وكمان المتغيرات الدخيله على قد ما اقدر، لان في متغيرات دخيله هتظهر معايا وانا بشتغل في المعمل او انا بطلع للسجانات، فهيكون عندي كده المتغير المستقل ده واضح جدا، المتغير التابع واضح جدا، هكتب في الهامش بتاعي اي متغير دخيل واثبته واحاول ان كل اللي انا اهتم بيه تثبيت ده. انا بعمل علاج لمرض معين باستخدام علاج جديد. طيب وانا بعمل علاج للمرض ده وبطبق على شخص ما او بطبق على غايه او بطبق على اي كائن حي، تمام؟ طب هل يا ترى تفرق لو الكائن الحي ده مصاب بمرض تاني مع المرض اللي انا بعالجه ده ولا لا؟ ما ده يعتبر حاجه متغير دخيل، صح؟ ثبتها او طيب لازم يكون عندي اداه المشكله. نعم. عمليه التحولات دي لو تمت يا مصطفى تم وانت متابع، يعني ايه وانت متابع؟ عينك عليها زي ما انا قلت. المتغيرات الدخيله ممكن تكون كتير جدا، وممكن في بعض الاحيان تكون قليله، وممكن في احيان اخرى تكون سهله نتحكم فيها، وفي احيان ثانيه لو ثبتها او حتى راعيت التغيرات فيها فده شيء كويس كباحث ان انا عارف بوجودها ومراعي ومتابع قوي لعمليه التغير في المتغير الدخيل، عارفه، عشان كده لما اجي اتناقش مع دكتور او ما اجي اشتغل في المعمل هنتبه ان انا عندي ارتفاع درجه الحراره هنا اثناء النهار من الصبح للظهر للليل هيأثر في النتيجه بتاعتي وهيأثر بنسبه مثلا 2%، وانا مراعي حاجه زي كده وتوهمتها في البحث. ده بيدي نوع من الدقه كباحث، بيديني نوع من الدقه والوعي. تمام؟ البنيه المعرفيه. هنيجي لاخطر نقطه. أخطر نقطة وأهم نقطة جدا مهمة لأي بحث اللي هي البنية المعرفية. هقول البنية المعرفية دي كأني ببني برج، والبرج بتاعي قيم جدا، وده العمود الأساسي اللي بيدي المتانة للبرج بتاعي. اللي هيعمل قوة للبحث، اللي هيوصلني الفرضية تعتبر براءة اختراع، هتعتبر أصالة فكرة، هتعتبر بحث جديد من نوعه، هيأثر على مين؟ هي البنية المعرفية. فكرة البحث ممكن تاخد مني اسبوع من اسبوع لاثنين. صياغة المشكلة ممكن تاخد مني من اسبوع لاثنين. عند البنية المعرفية
في بعض الأحيان بتاخد من الباحث شهر، ممكن تدخل في شهر ونص لو هو بيتعامل مع الحصول على المعلومات يوميا، ممكن تدخل في 2 في 3 في 4 تبع مشكلة البحث اللي أنا اخترتها. بس أحاول ما استعجلش وأنا خارجة من الدنيا المعرفية. لازم أدور على أكبر قدر من الدراسات السابقة اللي بتتعامل مع الفكرة بتاعتي. لازم أتعامل مع كل الدراسات السابقة المتعلقة بالمشكلة بتاعتي، اللي هي المتعلق الأساسي أو اللي هي درست قبل كده عناصر المشكلة دي قبل كده ووصلت لها بشكل ما، المفروض أنا هطور كمان المتعلقة بيها والكلمات المرتبطة بمشكلة البحث. لو انا بتكلم عن انبات النبات باستخدام الميه، المفروض اكون عارف تاثير الضوء وايه دوره هنا عمليه البناء الضوئي، اكون عارف ان درجه الحراره اللي هدور، اكون عارف ان وجود الاكسجين وثاني اكسيد الكربون لهم دور. تمام، الحاجات دي كلها لازم اكون دارسها وعارفها ودوره ايه. ففي البنيه المعرفيه لازم اخد وقتي، واخد وقتي كويس قوي لو انا عايز اعمل بحث ناجح ياثر محليا وعالميا. البنية المعرفية هتبتدي معانا من الخطوة دي ومش هتنتهي لحد نهاية البحث، لأن أثناء التدريب يعني بعد ما أوصل للنتائج وأنا بحللها هاجد إن أنا محتاج أرجع لمراجع معينة عشان أقرأ حاجات معينة. نتيجة التحليل النتائج بتكون إزاي؟ طب النتائج لما تطلع عندي بالشكل ده هيكون تأثيرها إيه؟ حاجات كتير. معنى كده أنا بدأت من النهاردة بالبنية المعرفية، تمام؟ بس بقول البنية المعرفية ده اللي هو العنصر الأساسي والجزء الأساسي في البحث، فهطول فيه شوية بعد كده. وأنا شغال في البحث بتاعي فأنا برضو مستمر في حالة خلفية بحثية ومستمر في إن أنا آخد بنية معرفية. تمام؟ عشان آخد البنية المعرفية طبعا هشتغل على متغيرات البحث بتاعتي. تمام؟ هشتغل على المتغيرات البحثية، هشتغل على، هلجأ للمكتبات زي ما اتفقنا من شوية، هلجأ للإنترنت، هلجأ لجوجل. لازم يكون عندي مشرف أنا بثق فيه أتابع معاه، لأنه أكيد هيوجهني كتير. تمام؟ هحاول إن أنا أشوف أستاذ ليا في الجامعة، هحاول إن أنا أشوف ليا أحد الأقارب في نفس مجال البحث بتاعي، ودايماً أحاول إن أنا أناقشه، ولو ظهرت عندي اي مشكله ان انا ارجع له، ويكون بيني وبينه ثقه متبادله يعني. تمام، هجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حوالين المشكله البحثيه اللي انا اخترتها، وما ازهقش، واحاول بالمكتبه بالانترنت بالمواقع العلميه. انا مش عايزه اقول لكم بكره ان هو موقع تواصل اجتماعي لكن عليه مواقع مفيده جدا، يمكن لقيت عليه اكتر من 3000 لحد موقع علمي موجود جميل جدا وبيديكي مصادر معلومات كويسه. يعني ممكن الموقع العلمي نفسه يدخلك او يدخلنا على مصادر علميه كويسه او معلومات علميه. كمان بعد ما اشتغل في البنيه المعرفيه، طب امتى اوصل للفرديه؟ امتى اقول خلاص انا اكتفيت كده بنيه معرفيه او خلفيه بحثيه؟ في حالة واحدة بس ممكن أقول إن أنا كده اكتفيت، لو أنا لقيت نفسي زي ما دايما بقولها للباحثين عندي، اللمبة نورت. يعني إيه اللمبة نورت؟ ده أنا لقيت فكرة إبداعية جميلة. يا إما إن أنا عملت ربط بين الدراسات السابقة اللي أنا قريتها كلها، أو إن أنا شملت كل الدراسات دي فكرة جديدة، هتعتبر فكرة واحدة أو خطوة واحدة بعد بدل عدة خطوات. إن أنا عملت حل النهارده أقل في التكاليف، يعتبر أيسر في التعامل، له إيجابيات على صحة الإنسان، تلاشيت سلبيات كانت موجودة قبل كده، العلاج قبل كده. فهنا بقول إن أنا وصلت لحاجة اسمها أصالة إبداع في البحث بتاعي. طيب ما ممكن أنا أوصل لفكرة أقول عليها فكرة جديدة وعجبتني جدا من خلال القراءات اللي أنا قريتها، طب ما أنا هعمل إيه؟ أنا هقول إن أنا كده مبدئيا وصلت للفكره اللي انا سميتها فرضيه. تمام، هاخد الفرضيه دي وابتدي احطها على جوجل على شكل جزء او جزئين او زي ما هي، وابتدي ابحث عنها. تمام، يبقى انا كده برضو بحاول ادور على الفرضيه بتاعتي، هل يا ترى في حد اشتغل عليها قبلي ولا لا؟ ولو حد اشتغل عليها قبلي مشكله، جميل، هقراها واضمها للبنيه المعرفيه. تمام، وابتدي اضم ده كله مع بعض واوصل لفرضيه بشكل جديد، لحد ما يكون عندي فرضية لما احطها على جوجل او اسأل عنها هي حاجة جديدة. هنا بس بقول ان انا وصلت كده للبداية
بلد اخترع الحاجة كان نفسي او سلوكي او علمي او طبي او فيزيائي او كيميائي، هنا بس هعمل زي نوع من السكرت كده على الفرضية بتاعتي بيني وبين المشرف بتاعي اللي انا بتناقش معاه من بداية البحث في الخطوات بتاعتي بيديني المعلومات، واكون حريص جدا لان كده اصبح في حاجة ملكية فكرية او ملكية فكرية الغلق عليها شوية. طيب فرضيات البحث طبعا بنقول عليها تخمينات، تمام؟ احنا بنسمي فرضيات البحث هنا التخمينات، موضوع بعناية بسميها تخمين موضوع بعناية. ليه؟ لان هو تخمين ناتج عن قراءات علمية. انا ما حدش قال لي مشكلة كده وانا رديت عليه مباشرة، تمام؟ بدون ما اكون قاري او دارس، لا ده انا مسكت الدراسات السابقة كلها الخاصة بالمشكلة وقلتها وبدات احط رايي بناء على اللي انا قريته. يبقى انا وضع الفرضيه بتاعتي دي بناء عن قوانين ونظريات انا على علم بيها لاني قريتها، فبسميها تخمينات موضوعه بعينيه. ليه بسميها تخمينات؟ لانها لسه هجربها، لسه هتاكد من صحتها. ممكن تثبت معايا الفرضيه بنسبه 100%، ممكن تثبت بنسبه 80%. ايوه يعني الفرضيه فعلا بتكون حاجات مفترضه، تمام؟ بس مش مفترضه تخمينيه بنسبه 100%. هي مفترضه بناء على قراءات علميه انا قريتها، فبتبقى تخمينيه اقرب الى الصحه، تمام؟ بس ايه اللي هيثبت صحتها؟ اللي هيثبت صحتها ها ان انا هجربها، تمام؟ ايوه عندي خلفيه عنها، يبقى انا هبتدي اجربها عشان اثبت صحتها بقى واشوف صحتها مدى صحتها قد ايه، تمام؟ بنسبه 100% 80 60 50. لو انا عملت فرضيه واثبتها بنسبه 20% او 25% انا عملت حاجه رائعه جدا، تمام؟ لانها موجوده في النسبه دي قبل كده. ممكن لما اشتغل عليها المره الثانيه اوصل نسبه نجاح الفرضيه 50 75 ل 100%. فانا دايما في حاله دراسه حوالين الفرضيه اللي انا اثبتها، تمام؟ لما اجي اقول فرضيه وعشان اقولها لنفسي بشكل صح اقول يفترض، يفترض أن تكون هناك علاقة بين وبين، بين متغير مستقل ومتغير تابع، بدليل إن أنا بقول إن أنا لما هشتغل على المتغير المستقل يتأثر بيه المتغير التابع، صح ولا لأ؟ مش كده؟ أو إن أنا أقول في هذا البحث يفترض أن المتغير المستقل ده بيؤثر تأثير زي ما أنا فيه المتغير التابع. أقول ما أقول إيه تاني بشكل تاني، يفترض أن المتغير المستقل ده اللي هو المية ستؤدي الى المتغير التابع اللي هو نمو النبات، تمام؟ طيب دي بالنسبه للفرضيه. تبدو تخطيط مشروع، تمام؟ جميل قوي يا ضحى. الفرض هو ما يتم اختباره، حاجه قابله للاختبار، ودي احنا قلناها في الاول ان انا دايما اتاكد ان انا وانا بحط المتغيرات بتاعتي في البحث بتاعي انها قابله للقياس، قابله للقياس، دي مهمه جدا. ما يجيش حد يشتغل على فرضيات وما عندوش ادوات قياس ليها. طب انا هقيسها ازاي؟ هتاكد من صحتها ازاي؟ تمام؟ طيب عايز اعمل ترتيب لتخطيط المشروع بتاعي. اولا لازم اتاكد ان هو سهل قياسه، تمام؟ هعمل له عمليه قياس. طبعا انا بالنسبه لتجربه الميه وانبات النبات الميه دي هعمل له عمليه قياس، صح ولا لا؟ واحطها بدرجات متفاوتة، يعني أول مرة أحط كمية محددة، بعد كده كمية أكبر، بعد كده كمية أكبر، وأنا بتابع حالة النبات، تمام؟ طبعًا زي ما اتكلمنا قبل كده المتغير المستقل، تعريف المتغيرات لازم تكون واضحة ذهني جدًا. المتغير المستقل ده المتغير اللي أنا بتحكم فيه، تمام؟ إيه هو المتغير التابع؟ ده المتغير اللي بيتأثر نتيجة لتغيير المتغير المستقل، تمام؟ ايه هي وحدات القياس اللي هستخدمها؟ لو انا مثلا بعمل شكل هندسي لمدينه، لو انا بعمل حاجه ابداعيه في المرور، لا طبيعي لازم يكون عندي وحدات قياس، صح ولا لا؟ واكون عارفاها، هستخدم وحدات قياس طول، هستخدم وحدات قياس حجم، هستخدم وحدات قياس نفسيه، هستخدم وحدات قياس زي الاستبيانات، تمام؟ فلازم انا اكون محدده، تمام؟ ان ايه الوحدات القياس اللي عندي، الكميات دي بقى هتطلع اثناء التجميع، تمام؟ تمام. يبقى احنا نكون عارفين المتغيرات بتاعتي، قلنا متغيرات مستقله، متغيرات تابعه، متغيرات ايه؟ دخيله، تمام؟ طيب لازم الوحدات الدخيله احاول ان انا اثبتها على قد ما اقدر، تمام؟ ان ما يكونش لها اثر على التجريب بتاعي عشان نتائج اطلع نتائج دقيقه. كل ما كانت النتائج بتاعتي البحث بتاعي دقيقه، مهما كان البحث بتاعي ده هيبقى له صدى عالمي.
لازم اكون عندي دقة، ما ينفعش اقول في الكميات مثلا شوية قليل كتير، لا لازم يكون عندي عدد جرامات محدد، لازم يكون عندي عدد سنتيمتر مكعب محدد، لازم يكون عندي عدد امتار محددة، لازم يكون وانا بعمل النتائج حساب واحصائيات صح. تمام. طيب لازم كمان اكون محددة الاسم العلمي لكل مكون من المكونات الموجودة عندي دي كلها، تمام، واستخدم واتعامل مع الاسماء العلميه دي مهمه جدا. لازم اكون محدده المواد اللي هستخدمها في عمليه التجريب، يعني قبل ما ابتدي ادخل كده واجرب لازم اقول ده انا محتاجه مواد 1 2 3 4 وادرسها بعنايه. ما ادخلش المعمل وابتدي اتدرب ولا ابتدي اعمل السيفينات بتاعتي واذا ما في حاجه عندي ناقصه. طب انا بدات التجريب هنتظر الشيء الناقص ده، طب ما ممكن هنا العوامل عندي تتغير، الكميات الموجوده تفسد، يبقى انا معنى كده انك كلفت نفسي تكاليف مش مطلوبه، صح ولا لا؟ فالدراسة والتخطيط لعملية التدريب قبل التدريب بيديني اقتصاد في المشروع. كل المجالات مفيش، حتى تقنية المعلومات فيها متغيرات، كل الأقسام فيها متغيرات بحثية، مفيش بحث علمي على مستوى العالم بدون متغيرات بحثية، تمام؟ وده هنعمله على فكره في المحاضره بعد كده، انتوا يمكن هتحطوا اسئله لمشروعات معينه واسماء لافكار، وهنبتدي في كل فكره هنستضيف حد معانا، تمام، وهنبتدي نحدد الامثله اللي انت عايزها، تمام. عايز تحضر انت جزء عن تقنيه المعلومات، واحنا هنعرفك فين المتغير المستقل، فين المتغير التابع، وفين متغيراتك الداخلي، تمام. نبص على الخريطه اللي قدامنا دي كده. الخريطة دي مهمة جدا 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 جدا. لو نبص لها مع بعض كده، هنبتدي أول حاجة تصميم الهدف من التجربة بناء على الفروض، تمام؟ اللي أنا قمت بضعها، أنا حاطط فرضيات للبحث بتاعي صح ولا لأ؟ فالمفروض إن أنا من خلال الفرضيات دي عايز أحل مشكلة البحث. عايز أحل مشكلة البحث أو أتوصل النتيجة تحدد لي فعلا هي كمية المية المناسبة ان انا اوصل بالنبات بتاعي لاقصى نمو، تمام. انا يمكن واخد مثل بسيط شويه عشان اقرب لذهن كل الباحثين في كل المجالات، تمام. انا عايز دلوقتي اوصل مهاره البحث العلمي، وبعد كده هنخصص الكلام اللي بنقول عليه، تمام. دلوقتي انا بدي خطوات مهارات بحث علمي بصفه عامه هتنفع مع المبتدئ وحتى مع اللي شغال على بحث علمي بصفه عامه، وبعد كده هنحدد بشكل تخصصي، تمام. طيب ان انا هنا صممت الهدف من التجارب بتاعي بناء على الفرضيه، انا عايز اعمل التجريب دهوت للفرضيه دي عشان اوصل للناتج ده اللي هيحللي مشكله البحث، تمام. حددت المتغيرات، متغير مستقل متغير تابع، المفروض ان انا بالمتغير المستقل ده عمال اغير فيه بنسب معينه بقياسات معينه، وابتدي اتابع المتغير التابع بتاعي بيتغير بقياسات قد ايه، تمام. بعد كده ابتدي اعمل التجربه، بعد كده احط ملاحظات، الملاحظات نتائج اللي هي شايفها عندي دي ملاحظات النتائج، خارج منها حاجتين، اما قبول النتائج بقت مقبوله فعلا ان انا حلت المشكله، او النتائج دي ما حلتش المشكله وطلع فيها اخطاء. فلو طلع فيها اخطاء هشوف السهم اللي هو على الجانب اليمين ده طالع تاني ان انا بعيد التجربه مره تانية، تمام. يعني انا جيت كده وصلت لمرحله من النتائج مرحله رفض، التجربه ما طلعتش عندي اي نتيجه، وما طلعتش اي نتائج، يعني ان انا كده تشككت ان في عامل دخيله ده دخلت على التجربه غيرت في النتيجه، فهنا مرحله رفض للتجربه، تمام. فبعمل اعاده مره ثانيه. لو انا خدت مرحله قبول هبدا في وضع اصيغ النتائج بقى عندي دي، اعمل لها عمليه تحليل واوصل بيها النتيجه عامه. النتيجه العامه دي تبقى حل لمشكله البحث، ممكن تصاغ في شكل نظريه، تمام، وبعد كده اعمل لها عمليه نشر. تخيلنا الشكل اللي عندنا، الكل كده متابع. اول حاجه صممت الهدف من التجربه بناء على الفرضيه اللي انا حطيتها، كمان حددت المتغيرات البحثيه وتكون متغيرات قابله للقياس، ده انا عمال اقيس في متغير مستقل واقيس في متغير تابع بناء على المتغير المستقل وعمال احسب النتائج، تمام. هبتدي اعمل التجربه، بعد كده هلاحظ النتائج اذا كانت النتائج دي دقيقه، تمام، هبقى في مرحله القبول. لو النتائج مش دقيقه وشفت ان المتغيرات الدخيله اثرت على النتائج، كان في شوائب، كان في اي حاجه في الشغل بتاعي، فدي مرحله رفض، وابتدي اكون انا حددت وانا بعمل مرحله الرفض ايه النقاط اللي عندي ما كانتش في محلها، وابتدي اعيد التجربه مره ثانيه، تمام. طيب لو انا في مرحله القبول انا كده بدات اضع ايه، هبدا في وضع نظريه من عمليه تحليل النتائج،
واوصل لنتيجه عامه، واوصل لنتيجه عامه، وبعد كده اعمل عمليه نشر النتائج بتاعتي لانها اصبحت موثوقه او انا عندي ثقه بيها لان خرجتها نتيجه تجربه علميه. تمام؟ تسجيل البيانات والنتائج. معايا؟ لما اجي اعمل عمليه تسجيل البيانات والنتائج بتاعتي. طبعا هعمل جداول. الجداول دي مرقمه لها عناوين واضحه، هي علاقات ما بين ايه وايه. المفروض انها تدرس او بحطها ما بين المتغيرين بتوع المتغير المستقر والمتغير التابع. الاعمده بتاعتها تكون مخصصه كويس. محطوط فيها مجموعات التحكم اللي انا حطها اذا كانت مجموعه تجريبيه او مجموعه ضابطه. تمام؟ كل عمود من اعمده الجدول دي تحتوي على عناوين، ما يكونش عندي مجهول في البيانات وانا بحط البيانات بتاعتي، ما يكونش فيها جزء كده بص على العمود كده مش محطوط له صفه. لا، يبقى انا كده يعني ده العمود ده لو انا حتى تلاشيته او ما شفتوش، تمام؟ او انا ما خدتوش في النتائج بتاعتي كده، النتائج بتاعتي ما اصبحتش دقيقه. لا، لازم اكون دقيقه جدا في التسجيل ده. تمام؟ ان انا معاني كل حاجه، مرقم كل حاجه، بحط كل كلمه في مكانها. شكرا يا محمد. تمام؟ طيب. طبعا وانا بعمل تسجيل للمحاولات اثناء التدريب بفضل طبعا عدد زيادات المحاولات، ان انا احط اكثر من، يعني مثلا انا بعمل تدريب اجرب مره 2 3 4، طبعا مش اقل من 3 لان المفروض ان انا بعض الاحيان باخد متوسط النتائج دي، وعشان اتاكد من النتيجه اللي انا وصلت لها، لان اطلع نتيجه بحث المفروض ان هو يطبق على ارض الواقع في بعض الاحيان وفي احيان كتير جدا متعلق بنتيجه ادويه هتخرج للسوق، صح ولا لا؟ بعلاجات، باجهزه تستخدم على ارض الواقع، فلازم اكون متاكد تماما من النتائج اللي وصلت لها في اقل عدد محاوله في التدريب مش اقل من 3. تمام؟ طبيعي لما بطلع نتائج لازم اعبر عن النتائج دي برسومات بيانيه. الرسومات البيانية مهمة جدا، لأن يمكن لما نتعامل مع البحث العلمي لفترات طويلة شوية، الرسومات البيانية لما أنا بص الرسومات البيانية خاصة ببحث معين المفروض أنا هوصل كل النتائج اللي البحث دي عملت دي، ويكون عندي فن ومهارة قراءة الرسومات البيانية. تختصر وقت كتير، صحيح يا إمام ده جميل، تختصر عندي وقت كتير في معرفة نتائج الأبحاث المختلفة. تمام؟ هتفهموا ان انا هقرا كتير قوي في البحث، يكفيني ان انا اخد الملخص البحثي في البحث الابستراكت بتاعه وان انا ابص على الرسومات البيانيه. تمام؟ وكمان ممكن ها لو انا حبيت شويه ابص على تحليل النتائج. فدايما الرسومات البيانيه بتختصر وقت كتير، بتعبر عن حاجات كتير في البحث بتاعي. بعض الاحيان وانا برسم الرسم البياني في نتائج، يعني مثلا بصيت لبدايه المنحنى والمنتصف ونهايته، وازاي في البدايه كان مرتفع وبعد كده عند نقطه معينه بدا ينحدر. تمام؟ في حاجات كتير ممكن اقراها من الرسومات البيانيه، ولازم يكون عندي مهاره لقرايه الرسم البياني. محمد معلش انا وقفت الكلام بس هكلم محمد. انا عايز اقول حاجه، لو انا مؤمن تماما بان انا عندي طاقه ان انا اعمل ايه، بلاش حاجه بيخليني انجح حتى كطالب. يعني احنا طبقنا خطوات منهجيه البحث العلمي على طلاب ثانويه عامه، وصلنا بيهم لفوق مركز درجات نهائيه مهما كان مستوى الطاقه. يكفي ان يكون عنده منهجيه ترتيب وقته في موازنه المواد. بلاش الاحباط. تمام؟ طبعا لازم المحور السيني، المحور الصادي، في المتغيرات المستقله والمتغيرات الطبيعه. تمام؟ لازم اسمي المنحنيات باسمائها، لازم يكون عندي دقه، يعني بمعنى اشمل لازم يكون عندي دقه اعملها في البحث بتاعي. اكيد انا عملت شرط ومحتاج ان هو ينجح، وهشوف الثمره بتاعته بتخدم البشريه. تمام؟ فلازم اراعي الدقه والترتيب والتنظيم في شغلي. طيب، نتيجة البحث أو الاستنتاج. تمام؟ طبعاً واحد نكتب نتيجة البحث أو ده بنسميه التقرير المصغر، بسميه التقرير المصغر.
وبنسميه الملخص البحثي. والمفروض ان هو يكون فيه مشكله بحثيه، المفروض ليه انا اخترت المشكله البحثيه دي، المفروض فيه الخلفيه البحثيه، المفروض يكون فيه الفرضيه، المفروض يكون فيه النتيجه العامه للبحث. تمام؟ هل يا ترى نتيجه البحث بتاعي دي بعد ما طلعتها كده هشوف هل يا ترى هي اجابت على مشكله البحث ولا اخذ نتيجه في اتجاه مختلف؟ هل يا ترى الفروض البحثيه اللي انا حطيتها صحيحه؟ طب التقرير هيقول ده بعد ما طلعنا نتائج، صحيح؟ تمام؟ البيانات اللي هي اللي انا خدتها اللي تدعم اجابتي على السؤال الاول والثاني اللي انا طلعتها من التقرير. تمام؟ لو سالت عن اخطاء البحث بتاعي لو حتى طلعت نتائج، اقول البحث بتاعي ده كان رائع، ان ما حصلش فيه ولا خطا، ما تعرضتش لمشاكل، الدنيا كانت تمام، يبقى انا ما عملتش بحث علمي. اي بحث في الدنيا لبعض المشكلات اللي وانا بشتغل فيه انا في بعض الاخطاء وبتداركها، واحنا قلنا من شويه بنعيد اعاده التجربه العمليه مره ثانيه لانه وقعت في خطا ما اثناء ذكرى التجربه. تمام؟ فلازم اكون انا مدرك الحاجات دي كلها وانا شغال في البحث العلمي، ان انا ممكن اقع في اخطاء وارجع اصححها. بس طبعا يعني اتمنى ان انا اتدارك الاخطاء وانا بعمل تخطيط للتجربه، مش وانا بعد ما اعمل التجربه عشان التكاليف الماديه. لما اكون دارس قبل التجربه فهقلل نسبه الخطا، فبالتالي يبقى انا مش هضطر لاعاده التجربه مره ثانيه. تمام؟ طيب طبعا من خلال اجابتنا على بعض الاسئله اللي احنا حاطينها هنا اللي هي الاجابه على مشكله البحث، المفروض البحثيه اللي وضعناها صحيحه، عاملات اللي تدعم اجابتنا على السؤال الاول والثاني، ايه اهميه التجارب وتاثيرها. تمام؟ الاجابات على الاسئله دي بتخلينا نكتب نتيجه البحث والتنسيق بشكل افضل، وبتكون اجابه السؤال الاول والثاني والثالث فقره واحده، بيليها السؤال الرابع والخامس في فقرة أخرى، ودي بنسميها الأسئلة من التجربة البحثية بتاعتي. تمام؟ أنا شاكرة ليكم جدا حضوركم، وأتمنى أتمنى إن أنا أكون فدتكم، وبإذن الله في لينك لتسجيل الأسئلة اللي أنتم عايزينها، أي أسئلة أنتم عايزينها جاهزة. وأتمنى إن أنا أتابع معاكم لما كل واحد فيكم فعلا يخرج ببحث يفيد، كمان يكون في تأثير في حياته، إن هو منهج التفكير بمنهجية البحث العلمي. بالتوفيق يا رب. وأشكر الجيل الجديد، أنا جوهم رائع، وإنهم فعلا بيدوروا إزاي يخدموا الشباب في جميع المجالات.